بالفعل وضع دقيق، وضع خلق المستنقعات، لأنهم لا يمكن أن يعيشوا خارج المستنقعات، ومن يحاول استدراجنا إلى مستنقعاته فهو خاطئ في العنوان. نحن في بلدنا في وطننا تونس لن نقبل أبدا بأن نتحالف أو ندخل في ما رتبوه من مؤامرات. نحن على العهد مع الشعب التونسي، على العهد، ولن نتراجع أبدا عما عهدنا عليه شعبنا ووطننا. لن نتراجع أبدا عن كل التزام وعن كل موقف مهما كان الثمن. وتونس فوق الجميع، عاهدت الله وعاهدت الشعب على أن أكون مخلصا له، ولن أتردد أبدا في اللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة. أنا هنا مع الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، هنا لأبين للجميع أننا نعمل معا. قد نختلف في المقاربات، قد نختلف في التصورات، ولكن هدفنا واحد ومنطلقاتنا واحدة. ومن أراد أن يدخل بعض الشك حول هذه العلاقة، والاتحاد جزء مني حتى شخصيا، مستعد للحوار مع الجميع، ولكن من هم مطالبون للعدالة مكانهم قصور العدالة، حتى يأخذ كل ذي حق حقه والناس جميعا متساوون أمام القانون، عديدون من الخونة والعملاء الذين باعوا ضمائرهم بالعملة التي تأتي خلصة، ولكن نعلم مأتاها ونعلم من يريد أن يضرب الدولة من الداخل.